السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه السلسله الجديده اللي غادي نخدم معكم فيها بزاف ديال الانواع ديال الملاقيات ديال الراندا. ف اول حاجه غادي نستعملوها وهي الحرير مبروم على ثلاثه شعرات، الحرير العادي او الحرير مبروم ديال الطرز الرباطي، يعني كل وحده والاختيار ديالها. من بعد غادا تاخدي الإبرة رقم 6 أو رقم 5، المهم أنا كنفضل نخدم بالستة، كتكون رقيقة وكتخدم يعني مزيان، خاصة إلا كان يعني التوب غليظ فالبرة رقيقة كتخدم مزيان. المهم أول حاجة كتبتي الخيط في التوب بهالطريقة هذه، كنبدأ من التحت ومن بعد كتهبط الخيط لتحت وغادا تمشي للطرف للفوق. اليوم غادي نخدم معاكم ملاقيه العقده. هاد الملاقيه هذه سهله ويعني بالزربه كتقدري تطلعي جلابه، ممكن تطلعيها في نهار الا خدمتيها يعني كنتي سريعه، كنتي مبتدئه راه غتخدميها في يومين. المهم هاد الملاقيه المنظر ديالها زوين وسهله، اهم حاجه انها سهله. الان من بعد ما تثبت الخيط في الطرف الفوقاني ديال التوب، كتحاولي انك تخلي الخيط الفوق وغادا ترجعي هنا وغادا ديري الغرزه. هاد الغريزه هادي كنخدموها بهذا الشكل، والان غادا تخلي الخيط الفوق. حاولوا انكم تركزوا على الاتجاهات ديال الخيط. دابا غادا تهبطي لتحت وديري غرزه بهذا الشكل، حاولي انك تجري الخيط مزيان وتثبتيه. دابا غادا تخلي الخيط لتحت وغتمشي نيشان للتوب وتخدمي فيه بهذا الشكل، بحال كتعاودي تثبتي الخيط في التوب وتخلي واحد المسافه بسيطه يعني اللي غادا تكفاك باش ديري غرزه. من بعد كتراجعي اسفل هذاك الخيط وكتحاولي انك ديري هاد الغريزه هذه. غادي نجروا البرا بهذا الشكل وهنا كتدفعي بضفرك ولا صبعك على حسب. المهم هنا الضفران صراحه كينفعوا بزاف، لان بالضفر كتدفعي وكتثبتي هذيك الغرزه مزيان. دابا كتخلي الخيط الفوق وترجعي تثبتي الغرزه ديالك هنا. الان الخيط لتحت وكتمشي مباشرة للطرف المقابل ديال التو وغادا ديري فيه غرزة بهذا الشكل. الان كتخلي الخيط لفوق وكترجعي اسفل هاد الخيط اللي يلاه درناه وغادا ديري واحد الغرزة صغيرة هنا. هذه هي ملاقية العقدة، ملاقية سهلة وبسيطة يعني وطلعها بالزربة كتكملي البياسة ديالك. الآن كتهبطي التوب للتحت وكتديري غرزة، من بعد غترجعي تهبطي الخيط للتحت وغتمشي نيشان لهاد البلاصة هادي وغتديري غرزة. لاحظوا معايا مزيان. والآن غادي نلوح الخيط الفوق باش نقدر ندير غرزة تحت لهذا الخيط هذا بهذا الشكل. ممكن نتمنى ان الخدمة تكون سهلة وبسيطة، كنشرح بهذه الطريقة غير على قبل الاخوات المبتدئات اللي يلاه اول مرة غادا تخدم الراندا. نصيحة من عندي اللي اول مرة غادا يعني غتشد البرا والخيط، فبداي بالملاقية، اي ملاقيه لقيتيها خدميها، سواء هذه سواء ملاقيه واحده اخرى. بطبيعة الحال من الافضل تبداو بهادو، يعني هادو هما البدايه، ومن بعد ان شاء الله عاد تقدري تخدمي الدارس، تقدري تخدمي الكوزات، تقدري تخدمي اي حاجه واحده اخرى. Thank you.
دابا غادي نوري لكم كيفاش دفنوا الخيط في وسط التوب. طبيعة الحال هاد المرحلة كنوصلوا ليها فاش كيسالي لينا الخيط. ملي كيسالي لك الخيط كديري هاد الطريقة، كتحاولي انك تدفني هذاك الخيط في وسط التوب، ما ديريش الغرزة عادة دفني، كتمشي نيشان كتدفني هذاك الخيط وكتجيبي خيط جديد وكديري غرزة. هنا كنثبتوا الخيط في التوب، يعني بحال درنا غرزة. ودابا غتمشي للطرف المقابل ديال التوب وديري غرزة واحدة اخرى وتكملي. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الملاقية هذه. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.